أعلم يا جوزفين، لقد أرسل لي بطاقة. مسكين خليل، هذه المصائب التي انهالت عليه هذه السنة، لو انهالت على جبل لهدته يا جوزفين. ماذا تفكر أن تفعل؟ لا أعرف. يجب أن نفعل شيئا من أجل خليل، قلبي ينفطر حزنا عليه. إننا إلى جانبه. هل لديك اقتراح ملموس؟ ها؟ نعم لدي اقتراح. جميع أصدقائي في الوسط الفني الثقافي يتساءلون إن كان الفتى اللبناني قد أقام معرضاً فنياً من قبل أم لا. معرضاً فنياً لخليل جبران؟ ها؟ نعم، ألم يخطر في بالك؟ واو، إنها فكرة رائعة. عندها نكون حقاً قد وقفنا إلى جانبه. ولكن أين سنقيم المعرض؟ ها؟ هنا في الاستوديو، ولا أجمل من هذا المكان. هنا تعلم خليل وتثقف وتفتح ذهنه، وأنت هديته إلى الطريق الصحيح في متاهات الفن والشعر والأدب. تعالي معي يا جوزفين، تعالي. إلى أين؟ تعالي ألفريد. خليل، اصحى يا خليل. أنا هولنداي، خليل. مستر هولند. جوزفين، لقد صدمتنا بطاقات التعزية التي أرسلتهما إلينا يا خليل. تعزية الحارة. تقبل تعزية يا خليل. شكرا. لحظة، سأبدل ملابسي. قبل أن تبدل ملابسك، لدينا اقتراح يا خليل. في الحقيقة هو اقتراح جوزفين. أي اقتراح؟ سوف نقيم معرضا لك. الناس تحب لوحاتك كثيرا يا خليل. معرضا للوحاتي؟ نعم، أنا متأكد من أنك ستحدث دويا في الوسط الفني في بوسطن يا خليل. ولكن أحتاج إلى وقت لكي أقرر أي من اللوحات يمكن عرضها وأيها لا، ثم سنعمل على ذلك يا خليل. وأنا سأكتب الدعوات بنفسي وسأوزعها على الأصدقاء والنخبة في الوسط الفني في بوسطن. طيب، ما دمتما مصرين. هيا إذن، هيا يا خليل. لو سمحتما انتظراني في الأسفل، سأبدل ملابسي.
سيدتي. تفضل الله يرحمك. شكرا ألف. سيدي؟ ها؟ تفضل. شكرا. شكرا ألف. مستر خليل تفضل. شكرا ألفريد. أتعرف مستر خليل، لدي إحساس أن هذا المعرض سينجح نجاحا باهرا. شكرا ألفريد. هذه الحلوة لذيذة الطعم، نستحق بعض الحلوى بعد هذا العناء الطويل، فقد قمنا بجهد كبير في وقت قصير، والآن كل شيء جاهز لننتظر افتتاح المعرض. وصلتني دعوة لحضور معرض فنان ناشئ مهاجر من الشرق، هو جبران خليل جبران. لم أكن قد سمعت عنه من قبل، مع أنني كنت أهتم بالمهاجرين وبمجتمعاتهم في بوسطن. كنت في ذلك الوقت أدير مدرسة هاسكل للبنات التي أنشأتها أختي لويز وتركتني أديرها حين قررت الزواج. وقد أصر علي صديق لي الحضور إلى المعرض. هذا الصديق هو ليونيل ماثيو، والذي فضلته جوزفين على جبران خليل جبران وتزوجته. وكانت الدعوة بخط جوزفين ببودي. هل تريدين أي مساعدة؟ ماذا تقصد؟ أن أقوم بشرح اللوحات لك. هل أنت الفنان؟ نعم، أنا جبران خليل جبران. أوه، أنا سعيدة جدا بلقائك والتحدث معك. أنا ماري هاسكل. تشرفت. وهذه اللوحة عن الملائكة والكريات، وهذه أخرى.
إنني مدهوشة بالمعرض مستر خليل. أرجوك أن تعودي. سوف آتي غدا، لم أشبع من رؤية اللوحات بعد. إلى اللقاء. شكرا لمشيئك. دخل جبران من خلال المعرض إلى مجتمع بوسطن من أبوابه العريضة، وقد كتبت أهم الصحف في ذلك الوقت عن المعرض وأشادت به. هذا صحيح، وقد احتفظ مستر جبران بإحدى هذه الصحف، وفيها مقالة عن المعرض تمتدحه، وكانت هذه أول مقالة تكتب عنه. ماذا تقول المقالة؟ السيد جبران شاب لبناني يعبر في رسومه عن طبيعة سلالته الشاعرية وسعة خيالها، وكذلك عن موهبة متميزة في الإبداع الشخصي، الجمال السامي والنبل في بعض ابتكاراتها التصويرية يحققان معجزات أصيلة إلى آخره. هذا رائع. آنسة مريانة، ماذا حدث للدكان بعد وفاة بطرس وكيملي؟ اضطر جبران للنزول إلى الدكان رغم ابتعاده الذهني عن التجارة، استمر لفترة ثم أغلقناها لدفع السندات. كان جبران يقول إن الآنسة مريانا كانت تعمل ليل نهار في الخياطة على تأمين احتياجاته. كان يقدس عيني الآنسة مريانا اللتين ساهرتا مع الإبرة والخيط لكي يتفرغ هو للكتابة والفن. أهلا 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 يا أهلا فيك. أهلا أهلا فيك. أهلا أهلا, أهلا ما فيك فكرة. تتصور إديش أنا سعيد إنه رجعنا التقينا بعد طول غياب. الشعور متبادل. بعرفك على صديقي أيوب ثابت من بلدي. تشرفت بمعرفتك مستر ثابت. شرف. أهلا أهلا, أهلا. شكرا. أهلا شكرا شكرا. يلا تفضل. على فكرة صديقك أمين الريحاني وين ما راح بيمدح فيها ماري هاسكل أو مدام جبران. لك هيدي باربرا يونغ وساعدتي ويلي شهدي على حياتي. هاي باربرا يونغ. خبرنا هيدا شوف كيف أخبار لبنان. بصراحة يا جبران أنا هون بمهمة معك. يلا بسرعة قبل ما نوجع راسنا. للحقيقة تعينت حتى أكون رئيس حكومة بلبنان. وغير هيك شو أخبار الناس؟ كيف أحوالهم؟ مفروض نسعى.